بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا متشكر يا كريم، شكر لنا الدكتور رامي. معلش يعني بيحصل إن حد يتأخر 5 دقايق ولا 10 دقايق، ودي أول حاجة أنا عايز أتكلم فيها. الناس اشتكت الأسبوع اللي فات إن المحاضرة طولت أطول من الميعاد بتاعها. إحنا قعدنا في أول المحاضرة 10 دقايق أو ربع ساعة نتكلم على الامتحان العملي، فلما أجي أنا آخد ال10 دقايق وربع ساعة دول في آخر المحاضرة، ده ما يبقاش إن أنا أخرتكم عن ميعاد نهاية المحاضرة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، أنا محاضرتي آخر محاضرة، فما فيش حد المفروض بعد مني. ده مش عذر إن أنا طولت، إنما أنا طولت لأن في الأول كان في 10 دقايق أو ربع ساعة خلاص بنتكلم فيها على الامتحان العملي. دلوقتي بقى بسرعة جدا 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 بسرعة جدا هتكلم معاكم في حاجتين. الحاجة الأولانية، مرة تانية امتحان العملي، ده جدول الامتحان العملي ان شاء الله يوم 3/6 و10/6، الخميس بتاع بكره. خميس بكره ان شاء الله هيبقى فيه سيكشن 2 وسيكشن 7 وسيكشن 3 وسيكشن 8 تبعا للجدول في المواعيد الواضحه قدامكم، والخميس اللي بعده اللي هو 10/6 باقي السكاشن تبعا للجدول برضه. اوكي كده يا اولاد، ده بالنسبه لمواعيد امتحان العملي، تمام كده. الحاجه الثانيه اللي انا عايز اتكلم عليها، عايز اتكلم على الكويز الثاني. لينا ميعاد للكويز الثاني امتى ان شاء الله؟ هنعمله ان شاء الله يوم السبت 5 يونيو. سبت 5 يونيو يعني بعد 3 ايام. امتى؟ في ميعاد المحاضره الاضافيه بتاعه الفيزياء. لو ده جدول المحاضرات الاضافيه اللي كان موجود، اللي كان مبعوت لي من القسم، ده جدول المحاضرات الاضافيه اللي كان مبعوت لي من القسم عندكم يا اولاد. ففي هنا محاضرة الفيزياء يوم السبت الفترة الأخيرة اللي هي تبدأ 2:30 أو 2:30 خلاص. فبالتالي أنا عملت ميعاد الكويز يوم الخميس، يوم السبت 5 يونيو 2011 الساعة 2:30 الظهر خلاص، لمدة 10 دقايق. لمدة 10 دقايق. وبرضه الامتحان سيكوينشال، الامتحان على شابتر 3 اللي احنا المفروض كنا مذاكرينه مع الميد تيرم، وشابتر 4 اللي هو احنا اتكلمنا فيه الاسبوع اللي فات، تمام كده. يبقى ده اللي انا كنت عايز اقوله دلوقتي بالنسبه للعملي وبالنسبه للكويز. خلاص، في اي استفسار تاني في النقطتين دول؟ اي استفسار تاني يا اولاد في النقطتين دول؟ العملي الناس بكره ان شاء الله وهي رايحه، او الخميس اللي بعده بالنسبه للناس اللي هتروح الخميس اللي بعده، معاك الكتاب مرسوم فيه ال4 تجارب، لان قلنا ان ده عليهم درجات، عليهم درجات في ال، عليهم درجات الاكتيفيتي، درجات النشاط. خلاص، اللي مش هيسلم الكتاب فيه ال4 تجارب بكره او بعده يبقى ما يسألنيش على درجات الاكتيفيتي. خلاص، وقت الكويز عايزين نزود وقت الكويز. وقت الكويز، الكويز كام يا دكتور؟ يعني ايه الكويز كام؟ الكويز عليه 4 درجات. الكويز عليه 4 درجات. كويز 2 عليه 4 درجات زي كويز 1. 5 أسئلة. كريم بيقول لي كام سؤال؟ هو 5 أسئلة. اوكي كده يا اولاد، سؤالين على شابتر 3 و3 أسئلة على شابتر 4. ماشي كده؟ نبدا بقى لو سمحتم المحاضره، علشان ما حدش يرجع يقول لي ايه ده انت طولت بعد ميعاد المحاضره. ماشي يا اولاد، بسم الله الرحمن الرحيم. مالها تجربه البي ان جانكشن؟ اسلام عبد المنعم عبد الله بيقول لي يا دكتور تجربه البي ان جانكشن، مالها تجربه البي ان جانكشن؟ ما نزلتش ليها شرح، بس هي اتشرحت على المحاضرات، اتشرحت في السكاشن. هي ما تصورتش بس اتشرحت في السكاشن. خلاص كده يا اولاد، اوكي نبدا بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا شابتر 5. شابتر 4 كنا بنتكلم على النيوكليير بروبرتيز، خواص النواه، واتكلمنا على الراديو اكتيفيتي، الناتشرال راديو اكتيفيتي، النشاط الاشعاعي الطبيعي. اتكلمنا على غدر فوق، سوري، على
اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا آسف جدا، معلش، عشان أنا الذاكرة عندي طايعة خالص. شابتر 4 اتكلمنا على بيكوريل. بيكوريل اتكلمنا على بيكوريل، تمام، إن هو أول واحد اكتشف النشاط الإشعاعي الطبيعي. اتكلمنا على ماري كوري وبيير كوري، وقلنا ان في كوريل وكوري دول وحدتين بنقيس بيهم شده النشاط الاشعاعي الاكتيفيتي، خلاص. وقلنا ان بيحصل ان عندي بيرنت نيوكلياي بيحصل لها ديكي سواء بالفا او بيتا او جاما لدوتر نيوكلياي ومعاها راديشن اشعاع، سواء الاشعاع ده بارتكل او ري، وعملية الديكي دي عملية التحلل دي ليها قانون اللي هو القانون العام للديكي، ان بتساوي ان نود اي اس ناقص سي على ار سي، وشفنا القانون ده جه ازاي، وعرفنا يعني ايه الهاف لايف تايم زمن عمر النص، وعرفنا ازاي اعرف عمر اي عينة موجودة عندي. الكلام ده بقى الكلام العام اللي احنا قلناه في شابتر 4 ده له ابلكيشن. ايه الابلكيشن بتاعت النيوكليو فيزيكس؟ ازاي استفيد من الفيزياء النوويه؟ طبعا الاشعاع بشكل عام احنا بنستفيد منه سواء في التصوير الاشعاعي او العلاج بالاشعاع. يعني حد يقول لك مثلا رايح يعمل مسح ذري، ايه مسح ذري دوت؟ انا بحقن المريض، بحقن المريض بحقنه، الحقنه دي فيها ماده مشعه، خلاص الاشعاع بتاعها مش قوي وليها روت بيخرج منه المادة المشعة ديت. يعني أنا ببقى عارف البيشنت بعد ما هياخد الحقنة ديت ب 36 ساعة أو ب 48 ساعة الإشعاع ده هيخرج منه بالشكل الفلاني، لأن طبعا خطر جدا أن يبقى فيه مصدر إشعاعي جوه جسم الإنسان لأنه هيبتدي يعمل له مشاكل. إنما أنا بديله جرعة صغيرة وببقى عارف طريقة التخلص منه. الإنسان بديله الحقنة ديت وبعدين بقعده تحت حاجة بيسموها الجاما كاميرا، بتصور الاماكن اللي بيمشي فيها الماده المشعه دي. بيستخدموا بقى التكنيك دوت للكشف عن امراض القلب، للكشف لا قدر الله عن الاورام، الحاجات ديت بيستخدموا فيها الاشعاع، زائد انه بيستخدموا الاشعاع في العلاج. نسمع ان مثلا سين ولا صاد ولا عين من الناس عندهم لا قدر الله كانسر، فبياخد جلسات علاج بالاشعاع، بستهدف التيومر، بستهدف المرض، الورم اللي موجود دوت بطاقة إشعاعية بتنزل عليه بحيث إنها تموت الخلايا المصابة بالمرض. ده بشكل عام استخدام الإشعاع، لكن أنا عايز استخدم بقى النيوكليوس نفسها. فقال لي والله استخدام النيوكليوس إن أنا هخرج منها نيوكليور إنرجي. إحنا قلنا الأسبوع اللي فات إن نتيجة عملية الديكي بيخرج كيو، بيبقى فيه طاقة. يعني احنا الاسبوع اللي فات هنا لما جينا نتكلم اتكلمنا عن حاجة اسمها كيو، هنجيبها كده بسرعة. قلنا ان في فرق انرجي اللي هي البايندينج انرجي بين الكونستيتوينتس، بين المكونات وبين الكتلة الرئيسية. الفرق دوت هو البايندينج انرجي، هو اللي ماسك الجسيمات الذرية دي مع بعض، خلاص. لكن مش بس قلنا كده، قلنا لما بيحصل عملية ديكي أيا كان نوع الديكي، وليكن هنا ألفا ديكي، ألفا ديكي ده عشان يحصل، يعني عشان الإكس اللي هي البيرنت تديني واي اللي هي الدوتر ومعاها الألفا اللي هي نواة ذرة الهيليوم، عشان ده يحصل لازم يخرج كيو، لازم يخرج ديسنتجريشن انرجي. الكيو ديسنتجريشن انرجي دي عبارة عن البيرنت، الماس of the parent ناقص الماس of the daughter والألف، فرق الانرجي دوت. لو positive، لو قيمة موجبة، يبقى التفاعل ده بيتم تلقائيا لوحده من غير مشاكل. إنما لو القيمة دي سالبة يبقى التفاعل ده مستحيل يتم تلقائيا، مستحيل. يبقى عشان التفاعل ده يتم، لو قيمة كيو دي سالبة، عشان التفاعل ده يتم لازم أنا أديله external energy، لازم أنا أديله طاقة خارجية، خلاص. يبقى معنى كده ان التفاعلات النووية التلقائية بتخرج لي كيو،
بتخرج لي انرجي، اوكي كده. فانا عايز استفيد بالكلام ده، استفيد بازاي؟ قال لي انا عندي عمليتين نوويتين، لو عملتهم هستفيد بفرق الانرجي. اللي هم ايه العمليتين دول؟ حاجه بيسموها الفيشن، حاجه بيسموها فيوجن. فيشن وفيوجن. ايه الفيشن؟ الفيشن ان اجيب لارج نيوكليوس خلاص واعمل لها سبليتنج، اقسمها لاثنين سمولر نيوكلياي، امسك نواه ذره كبيره واكسرها نصين لاثنين نيوكلياي جداد، لعنصرين جداد. ده بيسموه فيشن، اللي احنا بنسميه بالعربي الانشطار. الفيشن ده هو الانشطار النووي خلاص. طب والفيوجن؟ الفيوجن لا، ده العكس، ده انا باخد اثنين لايت نيوكلياي، تو لايت نيوكلياي، واعمل لهم فيوز تو فورم ا هيفير نيوكليوس. يعني ايه فيوز؟ يعني ادمجهم، اخلطهم ببعض، اعمل لهم اندماج نووي. الفيوجن الاندماج النووي ده يديني هيفير نيوكليوس خلاص. يبقى انا عندي تفاعلين، الفيشن او الفيوجن. سواء الفيشن او الفيوجن ده هيخرج منهم لارج اماونت اوف انرجي، هيخرجوا فرق طاقه كبير جدا، فرق طاقه كبير جدا. تعال نشوف، علشان يحصل للعمليه دي انتر اكشن انفولفينج نيوترونز، علشان يحصل عمليه، هنبدا بالاول بعمليه الفيشن يا اولاد، عمليه الانشطار النووي. علشان عمليه الانشطار النووي دي تحصل لازم يبقى في نيوترون. اشمعنى النيوترون؟ قال لي because of their charge neutrally. Their charge neutral. Neutrons are not subjected to Coulomb force. يعني ايه الكلام ده؟ النيوترونات ما عليهاش شحنة، شحنتها متعادلة، يعني الموجب قد السالب. لما تيجي تخش عشان تضرب النيوكليوس، هي النيوكليوس الشحنة بتاعتها ايه؟ موجبة. لو انا حبيت اضربها بشحنة موجبة زيها، مش المفروض دي لما هتقرب دي هتزقها بعيد عنها في ريبالشن فورس، هيحصل بينهم تنافر نتيجة القانون كولوم؟ هيحصل تنافر. طب الحل ايه؟ الحل ان اجيب حاجة مش مشحونة، النيوترون معليهوش شحنة، فلما اجي اضرب بالنيوترون، النيوترون ده غير مشحون، لما اضرب بيه النواة الموجبة مش هتحس بيه، مش هتحس بيه من ناحية ايه؟ من ناحية التشارج، مفيش كولوم فورس بينهم. As a result, they don't interact electrically with electrons or the nucleus. مش هيحصل بينهم وبين الإلكترونات أو النواة نفسها أي تفاعل، أي تفاعل كهربي، لا تجاذب ولا تنافر. So neutrons can easily penetrate deep into an atom and collide with the nucleus. يبقى بسهولة جدا النيوترونات دي هتخترق الأتوم الذرة لحد ما توصل للنيوكليوس، لحد ما توصل للنواة وتقوم ايه؟ وتقوم خبطة فيها. اوكي كده؟ طب النيوترونات دي يا ترى تبقى فاست نيوترون ولا تبقى سلو نيوترون؟ قال لي تعال نشوف. فاست نيوترون، ايه هي الفاست نيوترون؟ قال لي دي النيوترونات اللي ليها انرجي اكتر من واحد ميف، اكتر من واحد ميجا الكترون فولت. اكتر من واحد ميجا الكترون فولت، اكتر من مليون الكترون فولت. يعني ايه مليون الكترون فولت؟ يعني 1.6 في 10 اس ناقص 13 جول. عملت ايه؟ ضربت مليون 10 اس 6 في 1.6 في 10 اس ناقص 19. ف 19 و6 ما تروحوا من بعض يدوني 10 اس ناقص 13، يبقى ده كانه الانرجي بتاعته 1.6 في 10 اس ناقص 13 جول. لو عنده انرجي اعلى من كده ده بنسميه فاست نيوترون. During its many collision when traveling through matter neutrons give up some of its kinetic energy to nucleus. طبعا لانها الالكترونات دي ماشيه بسرعه عماله تخبط في المواد اللي حواليها، فكل ما تعمل كوليجن، الكوليجن ده مش إلاستيك. يعني ايه مش إلاستيك؟ لو إلاستيك يبقى هيحصل ان الجسمين هيتحركوا ضد بعض وكل واحد يحتفظ بالانرجي بتاعه، انما ده نون إلاستيك كوليجن، يبقى في فقد في الطاقه، يبقى النيوترون ده هيفضل يفقد جزء من الانرجي بتاعته.
فsome materials في بعض المواد some materials or some materials and fast neutrons elastic collision dominate. These materials are called moderators. ايه المودريتور ده بقى؟ مودريت. مودريت يعني بيعمل عملية ديسيليريشن، يعني بيعمل عملية تقليل للسرعة. Since they moderate the original energetic neutrons very efficiently. هيعملوهم moderation. Moderation يعني كلمة moderate، كلمة moderate باللغة الإنجليزية معناها معتدل. Moderate يعني معتدل. Moderation يعني ياخد الانرجي هنا في عملية النيوترونات، ياخد انرجي من الفاست نيوترون عشان يقلل الطاقة بتاعت النيوترونات دي شوية. طب يقللها لامتى؟ لحد ما تبقى حاجة بنسميها ثيرمال نيوترونز. ثيرمال نيوترونز، ايه الثيرمال نيوترونز دي؟ ايه حكاية ثيرمال نيوترونز؟ قال لي تعالى كده نروح للكتاب بتاعنا. ايه هي الثيرمال نيوترونز؟ ايه هي النيوترونات الثيرمال؟ كل الكلام ده هنعدي عليه بعد شويه، بس احنا عايزين الثيرمال بس من هنا الاول. اهو يا اولاد الثيرمال نيوترونز. الثيرمال نيوترونز دي عدت على المودريتور، الكترونات النيوترونات سريعه عدت على المودريتور، which means they have give up so much of their energy that they are in thermal equilibrium with the moderator materials. يبتدوا يفقدوا طاقة كتير جدا من الطاقة بتاعتهم لحد ما يبقوا in thermal equilibrium مع المادة بتاعت المودريتور. In thermal equilibrium في توازن. فلو احنا مثلا بنتكلم على room temperature، بتكلم على درجة حرارة الغرفة اللي هي كام؟ اللي هي تقريبا 27 درجة مئوية، 27 degrees Celsius. يعني كام كلفن؟ يعني 300 كلفن. هي دي room temperature. جبتها منين بقى الكلام ده؟ جبت منين ان الانرجي بتساوي 3 على 2 KPT؟ من الترم الاولاني لما كنا بندرس الغازات، كنا بنقول ان الكايناتيك انرجي بتاعت الغاز بتساوي 3 على 2 KP اللي هو بولتزمان كونستانت في T في التمبرتشر. لو انا ضربت هنا ثابت بولتزمان في 300 كلفن اللي هي درجة حرارة الغرفة في 3 على 2 خلاص بالجول هتطلع 6.21 times 10 to the power minus 21 جول، 6.21 من 100 في 10 أس ناقص 21 جول، اللي لو قسمت القيمة دي على 1.6 في 10 أس ناقص 19 عشان احولها للالكترون فولت تطلع كام؟ 4 من 100 الكترون فولت. يبقى معنى كده ان الثيرمال نيوترون ده يبقى شايل متوسط كاينتيك انرجي 4 من 100 الكترون فولت، 4 من 100 الكترون فولت. خلاص اهو عشان تعرف منين ال 4 من 100 دي جت، لما اقول لك هنا their average kinetic energy at room temperature 4 من 100، عرفنا ازاي جت من 4 من 100. This corresponding to a neutron root mean square speed. لو انا جبت بقى السرعه، لو انا معايا الكاينتيك انرجي وعايز اجيب السرعه، خلاص لو انا جبت السرعه تطلع سرعه النيوترونات حوالي كام؟ 2800 متر لكل ثانيه. يبقى لو سرعه النيوترونات في حدود 2800 متر لكل ثانيه يبقى دي بنسميها ثيرمال نيوترون، يبقى دي بنسميها ثيرمال نيوترونز. لو سرعتها طبعا اعلى من كده يبقى دي لا مش ثيرمال، دي تبقى فاست. وبتوصل لحد كام الفاست بقى؟ الانرجي بتاعتها 1 ميف، في حين هنا كام؟ 4 من 100 الكترون فولت. شايف الفرق قد ايه؟ من مليون الكترون فولت ل 4 من 100 الكترون فولت. يبقى انا بخلي النيوترونات تفقد انرجي كتير جدا. طب تعالى نشوف ايه اللي بيحصل بقى، العمليه نفسها بتحصل ازاي. هنا العمليه الاساسيه حاجه بيسموها نيوترون كابتشر. ادي البيرنت اكس اي زد هيخبط فيه النيوترون، الكلام ده قلنا شبهه الاسبوع اللي فات. لازم يحصل كونسرفيشن، يبقى لازم عدد الزد اجمع الزد هنا يبقى هو الزد، يبقى 0 زائد زد هيديني زد.
ايه واحد هيديني ايه زائد واحد، لكن الاكس هنا دي اكسايتد ليفل، فهتقوم مخرجالي مين؟ هتقوم مخرجالي جاما، هتقوم مخرجالي جاما. يبقى معنى كده ده عمليه بتتم ان ممكن النواه تصطاد نيوترون وتتحول لنواه جديده. بس خلي بالك النواه الجديده دي ايه؟ ليها نفس الزد، يعني النواه الجديده دي ايزوتوب نظير للاكس، لان احنا قلنا الايزوتوب ليهم نفس الزد بس مختلفين في الايه. خلاص كده؟ اوكي، يبقى دي العمليه الاساسيه. طب النيوكليير فيشن بقى، قال لي امسك الهيفي نيوكليوس واقسمها لاثنين زي ما قلت. Fission is initiated when a heavy nucleus capture a thermal neutron. الأول إيه؟ هيحصل عملية الكابتشور دي. هيحصل إن النواة هتعمل كابتشور للنيوترون. طب وبعدين؟ The total mass of the product is less than the original mass of the heavy nucleus. الجديدة الأتوم الجديدة الماس بتاعتها أقل. يعني معنى كده فيه difference في الماس، بيسموه mass defect. ناس ديفكت. خلاص، عمليه الفيوج الفيشن دي اول ناس اكتشفوها كان مين؟ قلناهم قبل كده سنه 39 اوتو هان وفريد ستراسمان لما طبقوا قواعد فيرمي. خلاص، وقالوا التفاعل ده بيتم ازاي. اهو ادي التفاعل اللي بيتم في اليورانيوم مثلا، ادي التفاعل اللي بيتم في ماده اليورانيوم. ده التفاعل الاساسي اللي بيتبني عليه المفاعلات الانشطارية وبيتبني عليها القنبلة النووية الانشطارية. ايه التفاعل ده؟ U235 اليورانيوم اللي الماس نمبر بتاعه كام؟ 235، والزد بتاعته كام؟ 92. بيعمل كابتشر لنيوترون، بياخد ثيرمال نيوترون، يقوم يتحول لايه؟ يتحول ليورانيوم برضه بس 236، واليورانيوم 236 ده اكسايتد. طب الاكسايتيشن لو طلع جاما خلاص يرجع يهدى؟ لا، قال لك لا، ده هنا اليو 236 ده غير مستقر تماما، ذره غير مستقره تماما، بيسموها انترميديت وسيط. اكسايتد ستيت ذات اكزيست بتبقى تقعد قد ايه؟ الاكسايتد ستيت الانترميديت اللي هو اليورانيوم 236 ده بيقعد زمن قد ايه؟ في حدود 10 أس ناقص 12 ثانية، 10 أس ناقص 12 ثانية. وبعد كده يحصل له إيه؟ يحصل له splitting. اليورانيوم 236 ده intermediate، زمنه عمره كله 10 أس ناقص 12 ثانية. بعد 10 أس ناقص 12 ثانية يعمل له split لX و Y زائد نيوترونات جديدة، يخرج X و Y are called fission fragments. الفراجمنتس اللي خارجة من تفاعل الانشطار. اوكي كده؟ ولازم طبعا الكلام ده كله يحقق شروط التفاعلات النووية، ان يحصل conservation لمين؟ للانرجي. ويحصل conservation لمين؟ للتشارج. يعني الزد اللي داخلة اللي هي الـ 92 دول هتوزع عليهم هما الاثنين، والتشارج هتوزع عليهم هما الاثنين، والماس تتوزع عليهم كده. خلاص كده يا اولاد؟ لقوا ان غالبا في اليورانيوم، غالبا في اليورانيوم بيطلع لي المادتين اللي عندي اغلب الظان، واحده الماس نمبر بتاعتها في حدود ال 140 والثانيه في حدود الماس نمبر 95 تقريبا. يعني ده اعلى اهو البيك دي والبيك دي، دي اعلى نسبه للاوتبوت للي هيخرج من التفاعل، عند ماس نمبر 95 وعند ماس نمبر 140 تقريبا. وبيخرج معاهم في المتوسط، في المتوسط 2.5 نيوترون، يعني يا يخرج 2 يا يخرج 3 على حسب التفاعل. ففي المتوسط 2.5 نيوترون. بيوصف لي بقى العمليه بالكامل هنا ايه؟ بيقول لي اسلو نيوترون ابروتش يورانيوم 235. اليورانيوم 235 هتعمل كابتشر للنيوترون دوت، وهتكون يورانيوم 236 اكسايتد. الاكسايتد دي، الاكسايتد نيوكليس دي بيكام هايلي اولونجيتد، هيحصل لها استطاله.
and the force of repulsion between protons tend to increase the distortion. هيبقى في قوة تنافر بين البروتونات هتزود الديستورشن. يفضل الديستورشن ده لحد ما يحصل ايه؟ سبلت، لحد ما ينفصلوا عن بعض. كأن الوضع بيتم كده يا جماعة، اهو ادي النيوترون داخل على اليورانيوم 235، هيمتصه هيكون لي مين؟ اليورانيوم 236. يبقى الحالة الأولانية أنا عملت أبروتش، النيوترون دخل لليورانيوم 235، بي الجراف بي حصل absorption امتصه اليورانيوم 236، اتكون نتيجة امتصاص النيوترون ده جوه اليورانيوم 235. بعد كده حصلت عملية oscillation وelongation اللي هي سي، حصل الاستطالة دي، ما تطولش الاستطالة دي، بعد شوية ينفصلوا يديني اكس وواي زائد مجموعة من النيوترونات اللي هي بيسموها عملية الفيشن، عملية الانشطار. يبقى ده كأنها الخطوات اللي بيتم بيها عملية الانشطار النووي. نتيجة لعملية الانشطار ده يا أولاد بتخرج انرجي عالية جدا، بتخرج انرجي عالية جدا. أهو البايندينج انرجي فور هيفي نيوكلياي في حدود 7.2 ميف بير نيوكليون. ميف بير نيوكليون، كل مكون من مكونات النواة لو بايندينج انرجي 7.2 ميجا الكترون فولت. تمام. طب في الاندرميديت نيوكلياي اللي هي اليورانيوم 236، لا دي بتزيد كمان، بتوصل ل 8.2. لما اجي ابص بقى على الفيشن فراجمنتس اللي هو الاكس والواي، الاقي الماس بتاعتهم اقل بكتير من الاوريجينال نيوكليوس. خلاص، لما اجي اجيب فرق الماس يديني الانرجي. اهو بيقول لي مثلا في الحالة العادية اليورانيوم العادي 7.2، لكن الانترميديات 8.2، يبقى الفرق كام؟ 1 ميف. ده الكل ايه؟ نيوكليون. وانا كان عندي الماس نمبر كام؟ 235. يبقى معنى كده ال 200 اليورانيوم 236 ده لما يجي يتقسم هيخرج لي طاقة قد ايه؟ 235 ميجا الكترون فولت. دي طاقة عالية جدا، ده تفاعل واحد، ده انشطار واحد طلع لي 235 مليون الكترون فولت، مليون الكترون فولت. طب لو التفاعل ده بقى بيتم في ذرتين، في 3 في 100 في 1000، يبقى الرقم ده بيتضاعف، يبقى مش 235 مليون، ده يبقى 235 1000 مليون، مليار 1000 مليار، وهكذا على حسب عدد الأنواع اللي هيحصل فيها التفاعلات. مش بس كده يا أولاد، مش بس الطاقة عالية، لا ده كمان نتيجة لأن التفاعل بيخرج لي هنا نيوترونات. فالتفاعل ده بيعمل حاجة بيسموها chain reaction. chain reaction تفاعل متسلسل، سلسلة. إزاي؟ قال لي مش إحنا قلنا إن كل عملية فيشن هتخرج لي تقريبا 2.5 نيوترون؟ النيوترونات دي هتروح فين؟ هتخبط في ذرات يورانيوم 235 تانية، يبقى تعمل فيشن جديد وهكذا. فالعملية دي بيسموها chain reaction. اهو هنشوف الشين reaction ده دلوقتي حالا، اهو في الفيجر، الاكتف فيجر اللي عندي. بص هنا معايا سيادتك، ادي يورانيوم 235 وكل الذرات اللي لونها اللون الغريب ده اللي انا مش عارف هو ايه، فوشيا ده ولا ايه، لون عجيب يعني. كل الذرات دي يورانيوم 235، وعندي هنا الاخضر ده هو النيوترون. النيوترون ده يخش يضرب في دي، اهو بلاي، ضرب هنا خرج 2 كريبتون وبورون. خلاص هنريبيت تاني، لما هيخبط هيخرج 2 فراجمنت اكس وواي، وهيخرج 3 نيوترونات جداد. بص كده اهو، ادي 2 فراجمنت وادي 3 نيوترونات، كل واحد فيهم خرج 3 نيوترونات، خبطوا وهكذا. يفضل التفاعل ده يتكرر. اهو بص سيادتك، اهو هنا اهم، بص هنا خرج 3 اهم، ودول هيخرجوا 3 وهكذا. يبقى يستمر التفاعل ده بشكل دائم يا اولاد. يبقى التفاعل ده اهو هينزل هنا على اليورانيوم 235،
خرج لي الكي ار والبي اي، ده الماس نمبر بتاعه 92 وده الماس نمبر بتاعه 141. وخرج كام نيوترون؟ 3 نيوترونات. الثلاث نيوترونات دول كل واحد فيهم ضرب في ذره يورانيوم جديده، خرج لي برودكتس، لكن كل واحد خرج لي ثلاث نيوترونات جدد وهكذا. هولا يبقى ده بيسموه شين رياكشن. طبعا انريكو فيرمي هو ابو المفاعل النووي الانشطاري، هو اللي عمل اول مفاعل نووي انشطاري سنه 42. طبعا ده واحد من اشهر علماء الفيزياء في العالم وخصوصا في المجال النووي، انريكو فيرمي، خد نوبل برايز 38 1938. ده اول واحد عمل كنترول فيشن رياكتور، اول مفاعل نووي، خلاص. وكان من ضمن الشيف ساينتست في مشروع مانهاتن اللي هو صناعه القنبله النوويه الامريكيه اللي هي انتهت بإلقاء القنبله النوويه على هيروشيما وناجازاكي في 6 و9 اغسطس 45، تمام. لكن هو لما اكتشف ان ده هدف المشروع سابه، لما اكتشف ان هدف المشروع مش انه يعمل طاقه نوويه سلميه، انه يعمل سلاح، ساب المشروع دوت. واللي كمل المشروع دوت عالم برضو مشهور جدا اسمه اوبنهايمر. اوبنهايمر دوت لما شاف انفجار اول قنبله نوويه قال جمله شهيره جدا جدا جدا، واحده من اشهر الجمل في تاريخ العلم يعني، قال لك لقد اصبحت الموت مدمر العالم. I'm become death, the destroyer of the world. The destroyer of the world. لقد أصبحت الموت مدمر العالم. أوبنهايمر قال كده لما شاف أول انفجار للقنبلة النووية في صحراء نيو مكسيكو. خلاص؟ طيب. علشان بقى ما نعملش قنبلة نووية، احنا الناس بتوع انرجي، احنا مش ناس بتوع قنبلة نووية، ها؟ احنا ناس بتوع انرجي، انتوا ناس طلبت باور، كهربا باور. انا عايز اسخر الموضوع ده عشان اعمل رياكتر، علشان اعمل مفاعل. المفاعل ده يخرج لي ايه؟ يخرج لي الكتريك انرجي، يخرج لي طاقة كهربية. ده الهدف، سواء من دراستنا للتفاعلات الاندماجية او بعد كده دراستنا للتفاعلات الانشطارية، سوري، هنا الانشطارية، هنا الفيشن، وبعد كده الفيوجن اللي هو الاندماج. طيب تعالوا نشوف بقى، علشان يصمم مفاعل نووي، عشان يصمم مفاعل نووي، قال لي اول حاجة لازم ادرسها ازاي المفاعل ده يبقى self-sustained chain reaction. يعني ايه؟ يعني يفضل التفاعل متسلسل لوحده من غير ما انا اتدخل. طب وانا مش عايز اتدخل ليه؟ لان الكور بتاع المفاعل، قلب المفاعل من جوه، اولا هيبقى الطاقه فيه عاليه جدا، فلو انا حبيت اتدخل ممكن اعمل ريليس للانرجي ديت وما اقدرش اسيطر عليه. نمره 2، الموضوع دوت بيخرج راديشن، بيخرج اشعاع نووي عالي جدا، اي تعرض للاشعاع النووي دوت ممكن يسبب الموت، ممكن يسبب الموت. فأنا مش عايز أتدخل في قلب المفاعل، أنا عايز التفاعل يتم لوحده. طب التفاعل يتم لوحده إزاي؟ قال لك ده يعتمد على حاجة بيسموها reproduction constant، ثابت إعادة الإنتاج. إعادة إنتاج مين؟ إعادة إنتاج النيوترونات. التفاعل بيتم بالنيوترونات، النيوترونات هي اللي بتخبط وتعمل الانشطار النووي، تمام كده؟ يبقى انا عايز k دوت defined as the average number of neutrons from each fission event that will cause another fission event. متوسط عدد النيوترونات اللي هيخرج من كل عملية انشطار علشان تعمل عملية انشطار تانية. خلاص؟ بالنسبة لليورانيوم، بالنسبة لتفاعل اليورانيوم، العدد ده الماكسيموم بتاعه 2.5، الماكسيموم اعلى حاجه ليه 2.5. في الحقيقه لو انا بعمل التفاعلات ديت ان براكتس، الكي دي اقل من 2.5، ما بتوصلش 2.5، دي ماكسيموم بقى.
طيب علشان التفاعل يبقى سيلف ساستيند يتم لوحده لازم الكي دي تساوي واحد على الاقل، تساوي واحد على الاقل، يعني كل نيوترون هيخبط هيخرج لي نيوترون يعمل تفاعل تاني، وبعدين النيوترون اللي يعمل التفاعل التاني ده هيخرج لي نيوترون يعمل تفاعل تالت وهكذا. يبقى اتليست كي بتساوي واحد، ده بنسميه سيلف ساستيند. يبقى لو الكي بتساوي واحد الرياكتور بنقول عليه كريتيكال، العملية بتاعته كريتيكال، الشين رياكشن is self sustaining، لوحده هيكمل، كل نيترون هيخرج نيترون، كل نيترون هيخرج نيترون، خلاص زي الفل. طب لو الكي أقل من الواحد، يعني إيه الكي أقل من الواحد؟ يعني بيتم عندي 10 تفاعلات، لو هيخرجوا لي 10 نيترونات يبقى هيتم 10 تفاعلات تانيين، وبعدين 10 تفاعلات تانيين، وبعدين 10 تفاعلات تانيين وهكذا. إنما لو عندي 10 نيترونات عملوا تفاعلات خرج 8 بس، يبقى عدد النيوترونات قل. الثمانية دول لما يعملوا اصطدام يخرج 6، يبقى الكي أقل من الواحد. يبقى أنا عندي 10 تفاعلات خرجوا لي 8 نيوترونات مش 10، يبقى إيه اللي بيحصل؟ ده الرياكشنز بتقل، يسموا رياكتور في الحالة دي سب كريتيكال، سب كريتيكال. وفي الحالة دي رياكشن دايز أوت، مع تكرار التفاعلات الرياكشن في الاخر هيقف، الرياكشن في الاخر هيقف. طب لو الكي اكبر من الواحد، دي الحاله الثالثه، بنقول على الرياكتور سوبر كريتيكال، سوبر كريتيكال، ران اوت شين رياكشن اوكير. ران اوت يعني حاجه بقى هتعمل لي اوتبوت طاقه عاليه، كل شويه انا بزود عدد النيوترونات، انا بزود الطاقه اللي خارجالي. انما الحاله الاولانيه الكريتيكال دي الطاقه اللي خارجه ثابته، ده سيلف ساستيند بس، هيخرج لي طاقه ستيدي. التفاعل المفاعل ده بيخرج مثلا 10 ميجا وات لكل ساعه، هيفضل يخرج 10 ميجا وات لكل ساعه طالما كي بتساوي واحد، لا هيزيد ولا هيقل، خلاص. انما لو الكي اقل من الواحد، ده لو بيخرج لي 10 ميجا وات لكل ساعه دلوقتي، بعد شويه هيبقوا 5 ميجا وات لكل ساعه، بعد شويه هيبقوا زيرو، التفاعل هيموت، الرياكشن هيموت. انما لو اكتر من واحد يبقى انا بزود الطاقه، بزود الطاقه. يعني ايه؟ يعني انا بدات ب 10 ميجا وات لكل ساعه، بعد شويه هيبقوا 20 30 40، بيعلى وافضل اعلى بيه لحد ما اوصل لريت معين، معدل معين عايز اثبت عنده، ابتدي اغير الكي من أكبر من واحد إلى بتساوي واحد عشان يفضل على المستوى اللي أنا فيه. أنا وصلت لعدد نيوترونات كفاية إنه هيديني ريت معين أو إنرجي معينة أبتدي أثبتها. أوكي كده. طيب إيه الفيول اللي إحنا بنحطه في المفاعل؟ إيه الوقود اللي إحنا بنستخدمه؟ أغلب المفاعلات بتستخدم اليورانيوم، اليورانيوم 235، 235. طب اليورانيوم اللي بنلاقيه في الطبيعة، اليورانيوم العادي، اليورانيوم العادي ده بيسموه يورانيوم 238، وده نسبته من اليورانيوم العادي اللي بنلاقيه في الطبيعة 99.3%. يعني لو لقيت 100 جرام يورانيوم، 100 جرام هيبقى منهم 99.3 جرام يورانيوم 238، وسبعة من عشرة هم اليورانيوم 235. طيب هو مين فيهم اللي بيستخدم في المفاعل؟ ال 235 اللي كميته صغيرة، وال 238 ده غالبا ما بيحصلوش أصلا عملية فشل، صعب جدا إن نعمل له انشطار نووي، خلاص. ده غالبا يمتص النيوترون ويتحول لنبتونيوم أو بلوتونيوم، يتحول لعناصر تانية تقيلة برضه، إنما ما بيحصلوش انشطار، ده اليورانيوم 238. إنما ال 35 هو ده اللي بيحصل له انشطار، فاضطر أنا أعمل عملية بيسموها enrichment، أو بيسموه تخصيب اليورانيوم، تخصيب اليورانيوم. ليه أخص باليورانيوم؟ عشان أكتر نسبة اليورانيوم 235. أكترها إزاي؟ بيعملوا إيه؟
العمليه دلوقتي اللي لو الناس متابعه شويه القصه بتاعت ايران وامريكا والامم المتحده ومشكله ايران النوويه، بيعملوا حاجه اسمها انريتشمنت، تخصيب اليورانيوم. ايه تخصيب اليورانيوم ده؟ ببساطه شديده جدا، بجيب اليورانيوم الناتشرالي اوكيرنج، اليورانيوم الطبيعي، واعمل له تفاعل مع الفلورين، غاز الفلورين الاف، وكون حاجه بيسموها سادس فلوريد اليورانيوم، يو اف 6. ده غاز. يدخلوه بقى في اجهزه الطرد المركزي، اجهزه الطرد المركزي، هتلاقي ان في يورانيوم 238 ثقيل ويورانيوم 235 خفيف. اجهزه الطرد المركزي دي تفرق بينهم. التقيل هيدور في نصف قطر مختلف عن الخفيف، فبالتالي يفصل اليورانيوم 235 على اليورانيوم 238. طبعا كل ما يكرر العمليه دي على سرعات اعلى يعمل فصل اكتر، فيعدل او يكبر نسبه اليورانيوم 235. العمليه دي بيسموها الانريتشمنت، التخصيب. واليورانيوم، اليورانيوم فلورايد، سادس فلوريد اليورانيوم، سادس فلوريد اليورانيوم دي اللي هم بيسموها لو تسمعوا الاسم دوت اليلو كيك، اليلو كيك ده هو UF6. طيب يبقى الاول عرفنا ايه الوقود اليورانيوم 235 اللي انا بخرجه من الناتشرالي اوكيرنج يورانيوم بنسبه 7% واعمل له انريتشمنت عشان ازود نسبته. يقول لك بقى مثلا احنا عندنا يورانيوم مخصب بنسبه 10%، يبقى معنى كده ان اليورانيوم 235 في العينه دي 10%، وال 90% التانيين حاجات تانيه، يورانيوم 238 40%، يبقى اليورانيوم 235 هو ال 40% وال 38 60%. ده عمليه الانريتشمنت، ازود نسبه اليورانيوم 235 بالنسبه لليورانيوم 238. تاني حاجه المودريتور. ايه المودريتور دوت؟ ده اللي بيعمل سلوينج داون للنيوترونات السريعه اللي هي كانت 1 ميف ويوصلها ل 4% الكترون فولت. طيب المودريتور دوت ار مور لايكلي تو رياكت. ليه بشغل، ليه ببقى عايز سلو نيوترونز، ليه ببقى عايز ثيرمال نيوترونز؟ لان الثيرمال نيوترونز دي هتخبط في ال 235 اكتر من ال 38، تمام؟ لكن الفاست السريعه اليورانيوم 238 دي هيبلعها، فيبقى السريعه ما تنفعنيش. انا عايز سلو او ثيرمالايزد نيوترونز علشان تخبط في ال 235 عشان ازود احتمال انها تخبط فيه. The slowing of neutrons by moderator makes them available for reaction with 235 while decreasing their chance of being captured by ال 238. اخلي امكانيه انهم يخبطوا في ال 35 اعلى بكثير من انهم يمتصوا في ال 238. خلاص؟ دي بيسموها عمليه المودريشن، عمليه ان اخلي النيوترون بسرعه صغيره. ودي بتزود حاجه بنسميها الرياكشن كروس سكشن، الرياكشن كروس سكشن احتماليه التفاعل يعني. ده اشهر نوع بقى من المفاعلات، ده اشهر نوع من المفاعلات النوويه الاندماجيه اللي موجوده. لو انت بصيت للشكل اللي قدامي دوت، الشكل اللي قدامي ده اولا الجزء الداخلي ده اللي انا علمت عليه بالاحمر ده هو نمره واحد، ده قلب المفاعل، ده رياكتور كور، ده قلب المفاعل. قلب المفاعل ده جواه ايه؟ قلب المفاعل ده جواه ثلاث حاجات مفيش غيرهم. ايه التلات حاجات دول؟ نمره واحد اليورانيوم فيول إلمنت،
الأعمدة دي أعمدة الوقود النووي بتاع اليورانيوم، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، الأعمدة اللي باللون الغامق دوت دي الكنترول رود. الكنترول رود دوت هنتكلم عليه بعد شوية، ده اللي أنا بنزله بين أقطاب الوقود النووي لو أنا عايز أوقف التفاعل، لو أنا عايز أوقف التفاعل. نمرة ثلاثة بقى، بحط جوه الكور مودريتور ومبرد في نفس الوقت، مودريتور ومبرد في نفس الوقت اللي هو مولتن صوديوم أو ليكويد ووتر، مية أو صوديوم مذاب جوه قلب المفاعل. دول بيعملوا عمليتين. العملية الأولى مودريتور. مودريتور يعني إيه؟ يعني يقلل سرعة النيوترونات لحد ما تبقى ثيرمالايز، خلاص. ده أول حاجة. تاني حاجة، تاخد الانرجي العالية دي، أنا بدخل أهو المية من تحت أهي يا جماعة، المية داخلة من تحت أهي. لو أنا بدخل المية من تحت كده خلال البرايمري لوب، من خلال البرايمري لوب بدخل المية أو الصوديوم، فبيلاقي انرجي عالية جدا، يبتدي يتحول لإيه؟ لفيبر، لبخار. البخار ده يخرج من هنا من السايكل دي سخن، سخن يعدي على هيت اكستشينجر. ايه الهيت اكستشينجر دوت؟ حاجه تانية مليانه ميه يعدي جواها المواسير دي، تبتدي تبرد الصوديوم او الميه اللي جايه من قلب المفاعل، وبعدين تبقى ميه بارده ترجع تخش تاني جوه المفاعل تسخن وهكذا، خلاص. طب المياه السخنه اللي خارجه دي ما بتتفاعلش مع المياه اللي بره دي خالص، ده مجرد هيت اكسشينج، حاجه سخنه مع حاجه بارده. الحاجه البارده اللي هي المياه اللي بره دي، اللي هي المياه اللي هنا، المياه اللي هنا هي كمان تسخن، تبتدي تحول لستيم، لبخار. البخار ده يبتدي يتحرك في السكندري لوب على الستيم توربين او الالكتريك جنريتور، توربينه بتشتغل بالبخار بتولد كهرباء، يعني الكتريك جنريتور يبتدي يخرج لي كهرباء اهي. هو ده المهم بقى بالنسبه لي، هو ده الاوتبوت اللي انا بدور عليه، خلاص. طب بعد ما هتدور التربين الميه دي هتخش هنا تاني، ارجع ابردها بميه بقى جايبها من بحر، جايبها من اي حته، ابردها عشان ترجع ميه بارده تاني، ارجع اضخها جوه التانك بتاع الهيت اكسشينجر عشان ترجع تكرر العمليه دي. يبقى انا عندي كام دوره تبريد؟ ثلاث دورات تبريد يا اولاد. الدوره رقم واحد انا هعمل كده اهو وهرجع اقولهم تاني. عندي كام دوره تبريد؟ عندي ثلاث دورات تبريد. فين الدوره الاولى؟ الدوره الاولى للبرايمري لوب. الميه او الصوديوم بيتحول لبخار، يخرج هنا يقابل الهيت اكستشينجر الميه الجديده دي، يبقى دي اول دوره تبريد، ودي مهمه جدا لانها بتحافظ على درجه حراره قلب المفاعل، لان لو قلب المفاعل درجه حرارته عليت قوي قوي او هيحصل له ميلتنج، هيسيح يعني، لان درجه الحراره جوه عاليه جدا. طيب اللوب الثانيه، اللوب الثانيه الستيم ده هيخرج في السكندري لوب اللي هي اللوب رقم اتنين، يعدي على الستيم توربين ويدخل جوه التانك ده، علشان يحصل له هيت اكسشينج ويرجع تاني من البامب. يبقى ده الحلقه نمره اتنين. والحلقه نمره تلاته اللي هي المايه اللي جايه من بره خالص، اللي بتبرد لي المايه اللي جايه من التوربين. يبقى انا عندي ثلاث دورات تبريد. كتير من المشاكل اللي حصلت في المفاعلات كانت نتيجة مشاكل في دورات التبريد ديت. يعني مثلا أقرب حادثة، حادثة فوكوشيما. حادثة فوكوشيما، فوكوشيما دي مجموعة مفاعلات موجودة في اليابان، حصل عندهم تسونامي. التسونامي دوت قطع الكهرباء عن المحطات، المفاعلات بتاعتهم، عن محطة فوكوشيما، عن المفاعل رقم 4 بالتحديد يعني، خلاص. فجي البامب دي، البامب اللي بتدخل المية جوه وبتخرجها دي، البامب دي متوصلة بكهرباء،
شغالة كهرباء، البامب دي وقفت. لما البامب دي وقفت الستيم اللي بيخرج وبيلف في السايكل الخارجية دي خلاص خلص، المية اللي هنا خلصت فضيت، ففضل البرايمري لوب دي ما بتبردش، اللوب الرئيسية دي ما بيحصلهاش تبريد. فلما اللوب الرئيسية ما حصلهاش تبريد درجة حرارة الكور قلب المفاعل عليت جدا، فلما درجة حرارة قلب المفاعل عليت جدا حصل له ميلتنج. لما حصل الميلتنج بقى السقف بتاع المفاعل نفسه انهار وبدأ يحصل تسرب إشعاعي، غير ان المية بقى نفسها هنا والمية هنا كلها بقت مواد مشعة. مجرد ان انا وقفت الكهرباء عن البامب اللي بتعمل العملية دي، ده في مثلا فوكوشيما. في حاجة تانية في تشيرنوبل، في تشيرنوبل حصلت حاجة عكسية، يعني رفعوا عروض بتاعت التفاعل دي لآخر خالص، فالتفاعل عالي جدا، يعني الكي بقت عالية جدا، فبدأ المفاعل يخش في سوبر كريتيكال موشن اللي احنا لسه كنا متكلمين عليها، الكي اكبر كتير من الواحد، بدا يحصل له سوبر كريتيكال. فبدا المفاعل ده كان التصميم بتاعه انه اقصى طاقه يطلعها 200 جيجا الكترون فولت، فجاه حصل له بيك انه بدا يطلع 4000 جيجا الكترون فولت، يعني اكتر من اكتر من 400% من الحاجه التصميميه بتاعته. طبعا ما استحملش حتى التبريد ده، ما حصلش، فانفجر قلب المفاعل. فيبقى حاجات بسيطة جدا لو ما خدناش بالنا منها تؤدي المشاكل في التفاعل للانشطار. طبعا هو بيقول لي البريشرايزد ووتر رياكتور اللي هو النوع اللي احنا اتكلمنا عليه دوت، ده موست كومن في اليو اس اي في امريكا، فيشن ايفنتس ان ذا يورانيوم ان ذا فيور رودز ريز ذا تمبرتشر of the water contained in the primary loop. هيبتدي بقى يتكلمني ان التفاعل اللي بيتم هنا جوه القلب هيزود درجة حرارة البرايمري لوب اللي هي اللوب رقم واحد. خلاص primary loop is a closed system، سيستم مقفول خالص. This water is maintained at high pressure to keep it from boiling، بخليها عن ضغط عالي جدا، ان كل ما اعلى بالضغط درجة حرارة الغليان بتزيد. تمام كده يا اولاد. This water is also used as moderator زي ما احنا قلنا. The hot water is pumped through a heat exchanger، الهيت اكسشينجر اللي احنا قلنا عليه اللي هو السيستم رقم 2 اللي هو السكندري لوب بقى، والهيت اكسشينجر بتاعي اهو. خلاص the heat is transferred by conduction to the water contained in the secondary system، هيبتدي يحصل تبادل للطاقة بالتوصيل للمية اللي موجودة في السكندري سيستم. This water is converted into steam، هتتحول لبخار. The steam is used to drive the turbine generator to create electric power، الستيم دوت هيروح يدور التربينات عشان يخرج لي كهرباء. The water in the secondary system is isolated برضو from the water of the primary system، كل سيستم مقفول على نفسه علشان ما يحصلش contamination، عشان ما يحصلش ان في اي راديو اكتف نيوكلياي تتصرف. خلاص طيب ايه وظيفه بقى البيزك رياكتور ديزاين قلنا عليه اللي هو الفيول رود والكنترول، وده الراديشن شيلد اللي هو قلب المفاعل حاطط انا حاجه تحجز الاشعاع، وادي الفيول اليمنت. خلاص وبيحصل عملية moderation، المودريشن اللي هي المادة الصفرة. فبيقول لي fuel elements consist of enriched uranium، اللي هي النقطة الحمراء دي مثلا هي enriched uranium، هو ده اليورانيوم المخصب اللي هو نسبته أكتر من 7.10%. المودريتور ماتيريال اللي هي المادة الصفرة، المادة الصفرة دي helps to slow down the neutrons، ده تاني حاجة في التصميم. تالت حاجة control rod، الكنترول رودز دي مصممة من مواد، المواد دي تقدر تعمل امتصاص للنيوترونات، لو أنا نزلتها بين الوقود تمتص النيوترونات فتوقف التفاعل، فتوقف التفاعل، رفعتها هزود حركة النيوترونات فالتفاعل يبقى أسرع.
خلاص كل الحاجات دي موجوده جوه سراوندد باي راديشن شيلد بواسطه شيلد للاشعاع، حاجه تمنع خروج المواد المشعبه. الكنترول رودز تو كنترول ذا باور ليفل، كنترول رودز اللي هي قضبان التحكم دي عشان تتحكم في مستوى الطاقه بتاعت المفاعل. كنترول رودز ار انسيرتد انتو ذا كور، بدخلها جوه الكور او اخرجها. يعني هنا اهم يا اولاد زي ما انت شايف متداخلين قطبان الوقود والقطبان التحكم، حصل بينهم عمليه اوفرلاب تداخل، بحيث لو انا نزلت الكنترول رود دي لتحت هقفل المسافه بين قطبان الوقود فقل يمتصوا النيوترونات فيوقف التفاعل، ارفعها النيوترونات تتحرك بحريه فالتفاعل يزيد. اوكي كده. These rods are made of element of materials that are very efficient in absorbing neutron. زي الكادميوم مثلا، عنصر الكادميوم بيمتص النيوترونات. By adjusting the number and the position of the control rods in the reactor core, the K value can be varied. أقدر أتحكم في قيمة الـ K، أكبر من الواحد تساوي الواحد، أقل من الواحد زي ما أنا أحب. لو هقفل خالص هقللها عن الواحد أوقف التفاعل، ارفعها شويه اكبرها واحده 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 لحد ما توصل لواحد، يبقى ده سستين حافظ على الليفل. ارفعها اكتر اكبرها اكتر من الواحد علشان ارفع الانرجي، وبعدين ارجع انزلها تبقى عند قيمه الواحد عشان اثبت الانرجي وهكذا. يبقى الكنترول رودز دي هي الماجيك تول بتاعتي، هي العصا السحريه بتاعتي اللي انا بتحكم فيها في مستويات الطاقه جوه المفاعل. طبعا لازم يبقى فيه سيفتي، لازم يبقى فيه كونتينمنت، لازم يبقى فيه حفاظ على الناس والناس اللي بتشتغل في المفاعل من الاشعاع. اولا radiation exposure and its potential health risk are controlled by three levels of containment. ثلاث مستويات من الاحتواء، عمليه احتواء بتتم على ثلاث مستويات. المستوى الاول reactor vessel، قلب المفاعل نفسه. قلب المفاعل ده contains fuel and radioactive fission product، ده بيبقى حواليه الشيلد اللي احنا قلنا عليه، الشيلد اللي احنا قلنا عليه اللي احنا قلنا هنا في radiation ايه شيلد، ده ماسك كل المواد المشعة اللي في قلب المفاعل. يبقى ده المستوى الاول. المستوى الثاني reactor building، مبنى المفاعل بقى من بره، acts as a second containment، مستوى تاني من الاحتواء. Structure should the reactor vessel repulse، لو حصل اي مشكلة في reactor vessel يبقى reactor building يحتوي الماتيريال دي. Prevent radioactive materials from contaminating the environment، ويمنع المواد المشعة من انها تعمل contamination، تعمل تلوث للبيئة المحاطة. اللوكيشن كمان لازم يبقى في ريموت لوكيشنز، لازم يبقى في مكان بعيد علشان لو لا قدر الله حصل اي مشكله يقدروا يعملوا حصر للمنطقه ديت. تمام. يبقى دول ثلاث مستويات من السيفتي بستخدمها في اي رياكتور. طيب المواد اللي خارجه من التفاعل، الراديو اكتيف ماتيريالز اللي خارجه، قال لي اقدر ابتدي اتعامل معاها بقى ان يعمل ديسبوزل اوف ذا ويست ماتيريال. نتائج التفاعل دي long lived highly radioactive isotopes، المواد الناتجه من عمليه التفاعل دي بتبقى مواد مشعه الاشعاع بتاعها عالي وعمرها طويل، الهاف لايف تايم بتاعها كبير. خلاص يبقى انا لازم اعمل لها ستور اوفر لونج بيريودز ان واي ذات بروتكت ذا انفايرمنت، لازم اخزنها لفترات زمنيه طويله باسلوب يحمي البيئه. خلاص دي يعني المواد اللي بتخرج هنا. لو انا بصيت على التفاعل تاني رجعت له اهو، التفاعل ده يا اولاد الكي ار اللي خارج هنا والبي اي والاس ار والاكس اي والواي اي والان بي والاس بي، كل المنتجات دي مواد مشعه طويله عمر النصف، الهاف لايف تايم بتاعها كبير، ودي بتبقى بتتبقى في قلب المفاعل ك ويست برودكتس.
فببتدي اجمع كل فتره معينه، اجمع الويست برودكت دي واعمل لها ديسبوزل وادفنها واتخلص منها بشكل يحمي البيئه. Present solution in sealing the waste in waterproof containers and bury them in a deep geological. يعني بيقول لك هو العمليه هنا بيعمل ايه؟ بيعبي الويست ديت في waterproof containers، في حاويات مضاده للماء، يعني مش هيحصل لها كوروجن ولا تاكل ولا حاجه، ويدفنها على اعماق كبيره جدا في طبقات جيولوجيه تحت الارض بكتير. طبعا كمان في السيفتي لازم ابص على الترانسبورتيشن، سواء للفيول نفسه او للويست، نقل الوقود او نقل المواد المترتبه على الموضوع دوت. اكسيدنت جوينت ترانسبورتيشن كود اكسبوز ذا بابليك تو هارمفول ليفل اوف راديشن. لو لا قدر الله حصل اي حادثه في نقل الوقود النووي او النفايات المشعه دي، ممكن يحصل لها مشاكل كبيره جدا. فدايما الديبارتمنت اوف انرجي في الدوله اللي فيها القصه دي تعمل تيست على الموضوع دوت، وتحدد اوقات معينه لنقل المواد، تحدد كونتينرز ليها مواصفات معينه، كل الكلام ده عشان السيفتي. كل بقى الحدوته اللي فاتت دي نيوكليير فيشن، الانشطار النووي، الانشطار النووي. اوكي كده يا اولاد، ادي في الكتاب، ادي النيوكليير فيشن. طبعا هتلاقيني هنا كل دي اسامي وحاجات مش مهمه. ادي التفاعل الرئيسي اهو مثلا، ادي واحد من التفاعلات الرئيسيه اللي احنا قلناها، والناتج خرج لي 3 نيوترونات، يبقى دخل واحد خرج 3، الثلاثه دول هيعملوا الشين رياكشن اللي احنا اتكلمنا عليه، الشين رياكشن اللي احنا اتكلمنا عليه. وادي النيوكليير رياكتور، ادي الشين رياكشن اهو، ادي عمليه الشين رياكشن اللي احنا قلنا عليها، وسيلف سستيند، والكيهات كي بتساوي واحد وكي اقل وكي اكبر، كل الكلام ده موجود في كتاب صفحه 117 اهو. وادي تصميم المفاعل، نفس التصميم اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه. خلاص. وادي الكنترول اوف باور ليفل، ازاي عن طريق الكنترول رودز اتحكم في الكي، اكبرها او اقللها عشان اوصل للباور ليفل اللي انا عايزه. وبعدين السيفتي والويست ديسبوزل اللي احنا قلنا عليه. تمام، لحد دلوقتي احنا واقفين لحد تقريبا نهاية صفحة 122. المرة الجاية ان شاء الله نتكلم على النيوكليير فيوجن. فاحنا كده خلصنا النيوكليير فيوجن. اوكي كده يا اولاد، المعيد كان بيقول عايزين المسافة بتاعت بداية الكيرف بس، وخلصت على كده السؤال، هنجيبها ازاي المسافة دي؟ انا مش فاهم انت بتقول ايه يا اسلام، لو سمحت وضح لي السؤال بتاعك. مصطفى بسيوني يا دكتور، الجزء اللي هتشرحه المرة الجاية ده المفروض ان المعيدين هيطبقوا عليه امتى بالظبط؟ احنا من اول يوم الحد هنبدأ نستعد للامتحان أساسا، مفيش وقت يا دكتور، احنا والله ما بنبالغش، من أول ما نصحى من النوم لغاية ما نيجي ننام تاني اليوم عبارة عن محاضرات ومذاكرة. والله أنا مش عارف أقول لك إيه يا مصطفى، لكن الجزء اللي فاضل اللي هو الفيوجن، الفيوجن الاندماج النووي، أنا هطبق لكم عليه المحاضرة إن شاء الله الجاية، أشرح لكم المحاضرة وأطبق لكم، مفيش مشكلة. يا جماعة مش أنا اللي عامل المحاضرة الجاية، الأكاديمية اللي عاملاها، كل الناس اللي بتكلمني على المحاضرة الجاية، هي مش المحطات النووية دي بتطلع كهرباء، إزاي الكهرباء تقطع فيها؟ ما هو الحاصل، سؤال كويس من محمد خالد، لما أنا قلت له البامب قطع عليها الكهرباء، لما أنا قلت إن هنا ان البامب الخارجيه اللي بتضخ الميه دي قطع عنها الكهرباء، البامب دي متوصله على جنريتور غير المحطه النوويه، ما يقدرش يعتمد على الاوتبوت بتاع المحطه،
لان الاوتبوت بتاع المحطه ده يبتدي بيروح لشبكه التوزيع. البامب دي بتعتمد على جنريتور، الجنريتور ده شغال لوحده خارجي بيغذي البامب. لما حصل التسونامي والميه دخلت الجنريتور ده دخلوا ميه فبطل، فالبامب بطلت فوقف العمليه يعني. هو ده اللي حصل. خالد مدحت انت بتلعب جنرال ولا ايه؟ لا ما بلعبش جنرال. لا مش عارف خالد مدحت ايه السهرة اللي على غوقان ديت وهيجيب الرجالة، رجالة ايه؟ انا ما بتعاملش مع ماريو بيقول لي ازاي هتغير الكي، انا ما بتعاملش مع الكي جوه، انا برفع وبنزل الاعمده بتاعه التحكم. اعمده التحكم دي يا اما هزود عدد النيوترونات يا اما هقلل عدد النيوترونات، يبقى انا كده اقدر اتحكم في الكي. ليه بقلل سرعه النيوترونات؟ قلنا تاني بنقلل سرعه النيوترونات لان الثيرمال نيوترونز هو اللي بيعمل الانشطار في اليورانيوم 235. لو سرعته عاليه اليورانيوم 238 اللي هو نسبته اعلى هيمتص النيوترونات دي، فانا عايز سرعته تبقى منخفضه عشان يعمل انشطار. كريم بيقول لي ينفع المحاضره تبقى مكان المحاضره الاضافيه وميعاد الكويز هو اللي يبقى بعد كده؟ هو للاسف انا يوم السبت اللي جاي مش موجود هنا في البيت، انا موجود في الكليه لان عندنا امتحانات شغاله. انتوا هتبقوا ما عندكوش امتحانات، لكن طلبه اعدادي عندهم امتحانات عملي. انتوا هتمتحنوا خميس وخميس، انما اعدادي هيمتحنوا خميس سبت خميس، فانا السبت ده هكون في الكليه اصلا. انا لسه والله ما حطيتش الامتحان الفاينل يا مارتينا علشان اقول لك كام سؤال في الفاينل. مسائل الكويز مسائل، الامتحان العملي كله على العملي، ممكن يكون في اختيارات. احمد بيقول لي ينفع المحاضره تبقى في اي يوم تاني، الجمعه او بكره؟ ده محتاج بقى يعني ايه تتفقوا مع بعض وتبلغوا مندوب الدفعه اللي هو كريم ويتواصل معايا ونحدد ميعاد، انما غير كده فميعاد المحاضره يوم الاربعاء. اي اسئله تانية يا اولاد؟ اي اسئله تاني؟ نسبه النظر كام في المية والمسائل كام في المية في الفاينل؟ نفس النسبه بتاعت الترم الاولاني. بص على امتحان الترم الاولاني، بص على امتحان الترم الاولاني يا محمد يا خالد، نفس النسبه تقريبا. كريم بيقول لي خلاص تمام انا هتواصل معاك. اجابات الميدترم، والله الاكاديميه اللي منعانا ان احنا نفتح اي حاجه ليكم في لا في الميدترم ولا في الكويزات ولا في اي حاجه، مش انا، انتوا عارفين ان انا كنت بفتح لكم على طول الحاجات دي، بس الاكاديميه منعايا ليه انا ما اعرفش. ده اجابتي على سؤال ماريو اللي عايز افتح له الاجابات بتاعت الميدترم. العملي كله من العملي. تاني محمود عزوز بيقول لي العملي، العملي كله من العملي. اي استفسارات تاني يا اولاد؟ اي استفسارات تاني؟ شكرا جزيلا، اشوفكم على خير الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. شكرا، سلام عليكم.